بالله السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة، وأعربنا فيها مجددا عن تقديرنا الكبير للعلاقة الثنائية الوازنة فيما بيننا، والتي عززت الشراكة الوطنية وحمت السلم الأهلي وحصنت السيادة الوطنية عبر ردع جدي وحقيقي وفره الالتزام بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهي المعادلة التي دفعت عن لبنان مخاطر الغزوة التكفيرية الإرهابية الجامحة، كما دفعت وتدفع عنه مخاطر الاعتداءات والانتهاكات الصهيونية. ولابد من الإشارة هنا أن هذه العلاقة التشاركية وفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، والذي لم يرق لكثيرين. اليوم نحن على بعد 4 أيام فقط من مناسبة إرساء هذه العلاقة التشاركية المهمة التي تكرست بدءا من 6 شباط عام 2006 في لقاء كنيسة مارن خايل قبل 17 عاما، ولا تزال نؤكد عزمنا وحرصنا على مواصلة هذه العلاقة مع التيار الوطني الحر وفق الأسس التي أسهم فخامة الرئيس العماد ميشيل عون في إرسائها، والتي تقوم على الصدق والوضوح والشجاعة في مقاربة المختلف بروح حوارية جادة ووطنية وتفهم متبادل بعيد عن الضوضاء والصخب. إن بلدنا اليوم بحاجة إلى تضافر جهود الجميع وفق هذه الأسس للنهوض من الأزمة الراهنة واستئناف مسيرة بناء الدولة لوطن سيد حر مستقل منفتح على العالم على قاعدة الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وشكراً.